يقول: هل من وقع في بدعة عقدية على الرغم من أنه قد عرف بالتزامه بمنهج أهل السنة؟ نعم. هل من وقع في بدعة عقدية على الرغم من أنه قد عرف بالتزامه منهج أهل السنة في كل شيء، ولكن وقع فقط في هذه البدعة، هل يعتبر مبتدعا أم ينظر إلى منهجه كله؟ نعم، يعتبر مبتدعا. إذا لم يتب ويترك البدعة فهو مبتدع ولو كانت بدعة واحدة. نعم.